أود أن أشكر السيد الدكتور ستيحة المجيد، السيد الدكتور محمد نجيب الجنائي، السيد إبراهيم الدكتور إبراهيم الحسيني. كما نجدد الشكر للأطباء الضيوف ديالنا الدكتور سي أي تشياف أبو الطير، كل واحد فيكم يشفق على راسه. اليوم كنحتفلوا باليوم العالمي لداء السكري اللي هو كيتصادف مع 14 نوفمبر. اليوم العالمي كما كيعرف الجميع انه كيتحتفل به في جميع انحاء العالم. اليوم حنا الجمعيه ديالنا احتفلت به، وفي نفس الوقت دخلنا المقر الجديد ديالنا اللي هو دار السكري، وحددنا اهداف مهمه في المقر. يعني كاين الاهداف الطبيه والاهداف الاجتماعيه والاهداف الترفيهيه. فالاهداف الطبيه كل كيعرف اللي كيخصنا نعطيو نصائح للمرضى كيفيه العلاج، كيفيه المراقبه، كيفيه التكفل بداء السكري. ثم كاين يعني الانشطه الاجتماعيه، وهو كاين عندنا بعض المرضى اللي معوزين ما عندهمش امكانيات، الجمعيه كتكون كوسيط ما بين المحسنين والمريض. يعني كتكون كتعاونهم اما ماديا اما بالادويه اما بالتحليلات اللي كيديروها يعني بثمن مناسب. ثم كاين اللجنه ديال الترفيه، عندنا واحد القاعه ديال الرياضه هنا في المقر، كاين اللجنه اللي كتمشي مع المرضى في الرياضه اللي هي ضروريه، وفيها انشطه اخرى خرجات الى اخره. اذا دار السكري فتحت في وجه يعني الجميع، كل واحد عنده داء السكري كيمكن يجي لهنا وكيلقى المواكبه مع اطباء مع الناس اللي مكلفين بالجمعيه. جيت اليوم نمثل جمعيه اسعاد السكري. جينا اليوم الافتتاح ديال المقر الجديد ديال دار السكري بشراكه مع جمعيه جنوب جنوب. دونك حنايا كجمعيه ديال اسعاد ديال الطفل السكري، دونك الجمعيه ديالنا كتكلف بالاطفال اللي عندهم المرض ديال السكري. دونك حنايا الجمعيه كنديروا حصص تثقيفيه ودروس وديزاتولي اللي كنعلموا فيهم الامهات والاطفال كيفاش يتغذوا تغذيه اللي هي صحيه. نبغي نشير لواحد الحاجه، ان التغذيه ديال الطفل ديال السكري او ديال الشخص اللي عنده السكري راه كتبقى بحالها بحال اي شخص اللي هو عادي. دونك كتكون واحد الحميه غذائيه اللي كنوفروا فيها جميع المواد الغذائيه من كربوهيدرات من بروتينات من دهنيات. ما كنهملوش السكريات اللي كاينين في الفواكه، غير هو كيخصها واحد الانضباط في الاوقات وفي الكميات ديال الوجبات، وبطبيعه الحال ولا بد تكون مرافقه ديال واحد ديال اون اكتيفيتي فيزيك، ولا بد ان الانسان يحاول يتحرك او يدير واحد الرياضه علاش قد سواء كانت المشي او اي حاجه اللي يقدر يساهم فيها باش انه يحافظ على الصحه ديالو. دونك بالنسبه للاشخاص اللي عندهم سكري، جوج ثلاثه ديال الحوايج ما خصهمش يهملوهم، اللي هو الدواء ديالهم سواء كانوا كياخذوا الانسولين او لا، سواء بالنسبه للشخص اللي هو لادولت الا كان كياخذ مثلا الادويه او لا غير نظام غذائي. كاين نظام غذائي اللي هو كيف قلنا اللي كيكون متوازن، اللي كيكون بحاله بحال اي شخص عادي، غير خص يكون فيه واحد الانضباط في الاوقات وفي الكميه ديال الوجبات، ونرافقوا الوجبه بجميع المكونات الغذائيه. وبطبيعه الحال ولا بد تكون اون اكتيفيتي فيزيك، ولا بد تكون رياضه، وتكون اون اكتيفيتي اللي تعاونوا باش اننا نحافظوا على الداس ديالنا. جينا وخاصه من الدكتور ومن دار السكري، جينا باش نحضروا هذه الندوه اللي كتوجه مرضى دار الداء السكري، كتدي لهم توعيه وتحسيس بهذا الداء، هذا الداء في العقل اللي هو داء العصر اللي الاغلبيه الناس كيتخوفوا منه. هو صراحه ضروري الانسان يتخوف منه، لان الا ما كانش الانسان كياخذ الاحتياطات، الا ما كانش كيدير ريجيم، الا ما كانش كيراقب السكر، الا ما كانش كيدير رياضه، هاد العوامل كلها كتؤدي بان الانسان يكون فيه داء سكري. وداء السكري مرض خطير، مرض العصر اللي ممكن يدي بنا الهويه الا ما كناش كنديروا الاحتياطات اللازمه.
كنشكر اولا كنشكر الحاجه فاطمه اللي عيطت عليا اليوم باش نحضر لهذا لهذا الندوه، وانا بدوري جيت باش ندير شراكه معاهم باش انا نحمي الناس الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه باش حتى هما يجيو ويديروا تحاليل هنايا ويتابعوا مع الطبيب خصوصا الاسر الهشه. وكي قلت لكم هذا مرض العصر ومرض خطر، يجب الحفاظ على اكل السكريات، ما خاصناش باقي ناكلوهم، ونديروا تحاليل على الاقل من 3 شهور 3 شهور، نراقبوا الخزان، نديروا الرياضه ونديروا الريش. جمعيه مرضى داء السكري اللي كانت بنهج الحسن الثاني في كليز اللي تحول المقر الجديد ديالها لدرب الحنش، اللي خدمت ازيد من ربع قرن المدينه الحمراء مراكش، وهذا اول ميلاد لدار السكري بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كنخدموا على خدمه المريض، المريض بالخصوص مريض السكري. الخدمات اللي كنقدموه هي الاستشارات الطبيه مجانيه بحال اليوم نيت اليوم العالمي لداء السكري، يعني استشارات طبيه اسئله واجوبه في نفس الوقت، كنهضروا مع تنتواصلوا مع الناس في الواتساب كيسولوا شنو الاسئله اللي عندهم على داء السكري، المضاعفات الاعراض، وحنا كنصيفطوا الاوديو للدكاتره ديالنا اللي هو الدكتور القرماعي محمد نجيب، الدكتور ابراهيم رحفاني، الدكتور عبد المجيد صديق، كنصيفطوا لهم الاسئله على شكل اوديوات وكيجاوبونا وكنوصلوها للمرضى. ضروري من المواكبه، يعني مراقبه داء السكري يوميا ضروري من المواكبه. علاش؟ حيت كجمعيه كنخدموا من الاثنين حتى السبت مع الصباح، ولو خارج اوقات العمل، حيت خدينا النوامر ديالهم كنتواصلوا عن بعد، كنتواصلوا في الواتساب، يعني اللي عنده شي استفسار شي سؤال شي حاجه كيصيفط لينا، كنصيفطوها للدكاتره والحمد لله ما كنلقاوش المشكل، وقت ما صيفطنا لهم كيجاوبونا. ازيد من ربع قرن، راه 1988 تاسيس ديال الجمعيه، حاليا وصلنا لتقريبا 500 ديال المستفيدين بنهار ديال اليوم. نهار ديال اليوم العالمي اللي استفدوا معنا، اللي قلبنا لهم السكر، قلبنا لهم الضغط، الوزن، دقات القلب، يعني المستفيدين هما تقريبا شي 600. الجمعيه راه عندها برنامج سنوي ان شاء الله، راه كيتقرر بين ما يصايبوه الاعضاء ديالنا والدكاتره ديالنا، كانت باغيين نصايبوا واحد البرنامج سنوي اش غنديروا. راه الحمد لله الجمعيه ديالنا صايبت كافحت على هذا المقر هذا باش نساندوا مريض السكري بالخصوص، صايبنا صاله رياضيه بالمقر، يعني الناس تجي تدير رياضه، يعني نقلبوا السكر بواحد، وغادي ان شاء الله يكونوا ناس اختصاصيين اللي غادي يقلبوا السكر يقلبوا الضغط. وتانا كاينين وقسمنا الاعضاء اللجان، كاينه اللجنه التنظيميه، اللجنه التنظيميه الخاصه بالحوايج الترفيهيه والرياضيه، اللجنه الثقافيه واللجنه اجتماعية. عضوة مع هذه الجمعية تقريبا من 1995، يعني وكان عندنا المقر في كليز، ومهم هذه الجمعية استفدنا منها بزاف 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 بزاف، لأنه حققت لنا بزاف المسائل، التوعية الصحية، كيفاش نتعاملوا مع المرض ديالنا، كيفاش نتعايشوا معاه، كيفاش نتقبلوا المرض ديالنا، وكيفاش أسميتو. والحمد لله بالمجهودات ديال الأطباء والتضحية ديالهم بالمكافحة ديالهم، وصلنا أننا نأسسوا هذه الجمعية هذه اللي الله يجازيهم بخير، وللمحسنين ولا المبادرة التنمية البشرية الله يجازيهم بخير، لأنه حققوا هذا الحلم، كان حلم وكان سميتو، ولكن بفضل مجهودات ديال الناس والأطباء والمحسنين باش وصلنا هذه المرتبة هذه. كاين صالة ديال الرياضة، كاين هناك التمريض، كاين التوعية، كاين أطباء بعض الخطرات يجاوبوا على الاسئله ديالك الكليه، المشاكل ديالك اللي كتواجهها في الحياه سواء مرضيه نفسيه عضويه. اش غادي نقول لكم؟ الحمد لله، الحمد لله على وقتنا، والحمد لله على هذا الشيء اللي وصلنا له. انا مستفيده من الجمعيه ديال داء السكري، انا دابا كنعاني من السكر من مده 12 عام، وهذه 7 سنوات وانا في هذه الجمعيه منضمه معاهم، والحمد لله بفضل الاطباء وبفضل الجمعيه استفدنا بزاف الحوايج، استفدنا معاهم وكان الحمد لله ونشكره. ودابا انتقلنا من الجمعيه اللي كانت في كليز، ودابا جينا الممر الجديد ان شاء الله، المقر الجديد. بزاف الحوايج فيه بزاف ديال الامكانيات، ما
ملي كان عندنا المقرس ما كانش عندنا امكانيات باش نساعدوا مع الناس بحال كاليزافاراي بزاف د الحوايج. كلشي عندنا هنا في هذا المقر، المقرس الاخر ما كانش عندنا. باش اللي ما عندهمش الاصابه كان ضروري خاصهم اكثريه الناس كنفضل انهم يشوفوا، كنفضل انهم يراقبوا قبل باش يلقاو عندهم السكر يتعالجوا، لان لما قلبتيش وتصابك مرض السكري اغلبيه كيصدموا. كيف دابا انايا انا باش بداني السكر ما كنتش عارفه، ما كنتش عارفه واش عندي السكر، كنت كنحس بالاعراض عاديين. مي مشيت عند الطبيب باش لقيت السكر، بكيت حتى كنشرب الماء بزاف، وكان امي كنتمشى كنبان نحس بواحد العرق. مي مشيت عند الطبيب الدكتور الرحفاني هو اللي دار لي التحاليل كلشي، لقى عندي مرض السكري، وكنت لقيته عندي طالع ب 5 غرام باش لقيته. والحمد لله دابا بفضل الجمعيه وكنتي دابا الانسولين الحمد لله. انا ايلا ميلي عندي 12 عام مصابه بالسكر، دابا يلاه في المباص وكنشوف المباص، وجيك لقيته ديال السباحه تعطونا واحد لقيته باش نستاهل فاوك، وبعد المعاش نجيب بعد المعاش لا على حسب الاستاذ واش عندها امتحان ولا ما عندها. عادي يديروا في جيم وياكلوا السكريات بزاف.